Arabic and English. So we'll speak tonight about life of victory. Especially many of us struggle with repetitive sins and habitual sins in our life. So how to gain victory over these sins. And in order actually to gain victory, we need to understand how sin وبالطريقة دي نستطيع ان احنا ننتصر. يعني البايبل الصادق بتاعتنا هتكون from James chapter 1 يعقوب الاصحاح الاولاني. هنقرا من اول verse 13 لان هو these three verses 13, 14 and 15 explain to us the formation of sin, and from these three verses we'll understand how actually to fight against sin and how to be victorious in our life. Opportunity for this desire. فنقدر نقول ان the starting point in the formation of any sin is the untamed desire. احنا كلنا رغبات، بس الرغبة دي لو انا مش عامل لها ضبط، مش عامل لها control، desire دي became ungodly desire, then with opportunity there will be temptation. مثلا sexual desire can be a source of temptation if it is not tamed. الفلوس اللي موجودة معانا لو الأنبا يوسف إدى كلمة جميلة practical نقدر نستعملها في حياتنا، إزاي الواحد يتوب وفعلا يرجع لربنا، يعني إزاي الواحد يتعلق بربنا وواحدة واحدة يتعلم يكره الخطية. فدي كانت كلمة جميلة من الأنبا يوسف لينا. الخطية بتتكون إزاي وإزاي نقدر نسيطر عليها، وإن كل خطية ليها دافع جوايا. يعني ما ينفعش أقول بس إن أنا معلش أصل الظروف أصل المكان أصل كل حاجة، لكن دايما بيبقى في دافع جوايا أنا عايزة أعمل ده بس مستنية فرصة. إحنا النهاردة الأنبا يوسف جالنا من أمريكا واتكلم على الـ how to survive، إنك تكسب الخطية إزاي، تكسب من الخطية إزاي، وحكى لنا إن التوبة دي أهم حاجة في الخطية، إنك لو عاوز تكسب من الخطية التوبة دي أهم حاجة فيها، وإنك لازم تبقى مؤمن إنك عملت حاجة غلط أو إن الحاجة اللي أنت عملتها إنها حاجة غلط أساساً. فكلمنا بقى على الحياة العادي، الحياة اللي إحنا اللي بتحصل معانا وإحنا شباب هنا في خامس حاجة صادقين في المحبة، سادس حاجة
الحقيقة النهاردة كانت محاضرة شيقة جدا من نيافة الأنبا يوسف عن تهديف الخدمة، وخدنا آية جميلة جدا من رسالة معلمنا بولس الرسول وناهناها بخصائص الكنيسة وخصائص الخادم. الحقيقة احنا كلنا كخدام الأبرشية استفدنا جدا، وكان لقاء شيق جدا جدا، نتمنى انه يتكرر كتير بإذن الله. واحد So when we read the early church fathers, especially in the first 4.5 centuries before the split of the church, now we can know the true understanding and the correct understanding of the scripture. En de Heilige Geest heeft ook de kerkvaders geïnspireerd en begeleid om commentaar te schrijven over de Bijbel, met name dan de kerkvaders van de eerste 4-5 eeuwen voordat de kerk gesplitst is. En als wij دي قالت ان هو ضغط نفسه حتى الموت. تقرأ كده في سفر القضاء. طب يا حبيبي لما ضغطت نفسك حتى الموت، طب ما تسأل. لكن ده أدكش. الحقيقة دي أول زيارة ليا هنا في هولندا، ولكن أنا الحقيقة ما يعني أقدر أقول في ملء الفرح والسعادة إن أنا أشوف يعني عمل الروح القدس بقوة في هذه الأبرشية. يعني النهاردة عيد حلول الروح القدس، وبالمناسبة دي يعني أحب أهني نيافة الحبر جليل الأنبا أرساني أسقف هولندا بعيد حلول الروح القدس، وأيضا بعيد رسامته السادس، وأهني كل شعب هولندا برعاية وأبوة نيافة الحبر جليل الأنبا أرساني. أنا جيت هنا يوم الجمعة، ويوم الجمعة كان عندي اجتماع شباب، ولقيت الكنيسة مليانة بالشباب المتفاعل. يعني بعد المحاضرة جاتني أسئلة كتيرة منهم، ده يدل إن هم متفاعلين، وكان كل الأسئلة لها علاقة بالمحاضرة، وده يدل على الجدية إن هم إزاي قدروا يعرفوا ربنا. كان المحاضرة على طريق النصرة، فكل واحد منهم عايز يعرف إزاي فعلا ينتصر في حياته على الضعفات اللي هو موجودة عنده. بعد كده يوم السبت خدنا بركة القداس في كنيسة القديسة فيرينا، وبعد كده حضرنا اجتماع خدام. نفس القصة الثانية، كان خدام جايين، في ناس كانوا جايين من جنوب هولندا، في ناس كانوا جايين من جنب بلجيكا، ساقوا المسافة الطويلة دي حوالي يمكن 2 ساعة عشان يجي يحضروا الاجتماع. ده برضو بيبين الغيرة والمحبة للخدمة، وزي ما سيدنا أنبا أرساني نفسه علق، الأسئلة برضو اللي جت بعد الاجتماع بتدل على الغيرة وعلى المحبة اللي موجودة في الخدام، انهم فعلا عايزين يخدموا بأمانة ويخدموا بحكمة علشان يبقوا أمنا أمام ربنا في الوكالة اللي أعطاها لهم. بعد كده كان عندنا اجتماع مع الأباء الكهنة، وبرضو كان اجتماع مثمر، وكان فيه برضو مناقشات كتير مع الأباء الكهنة وأسئلة بتبين برضو الغيرة والتفاعل، ان الاب الكاهن هنا بيخدم ربنا بامانه وعايز فعلا يوصل كل فرد عنده لمعرفه السيد المسيح. وطبعا ان كنت اتكلمت على الشباب والخدام، فدي ثمره خدمه الاباء الكهنه طبعا بقيادته وبرعايه وبقوه سيدنا نيافة الأنبا أرساني، فده الثمر اللي احنا كلنا شفناه هنا. بالليل بقى انبهرت بتسبيحه نص الليل، وجدت كتير من الشباب والاطفال الصغيرين واقفين حاضر التسبيحة لغاية آخرها، كانوا بيشتركوا في الألحان، حافظين حتى الألحان الطويلة بتاعت التسبيحة، بيقولوا بالإبطي، بيقولوا بالهولندي، فصوتهم عالي وحلو كده. حاجة فرحتني إن فعلا الولاد بتوعنا بيستلموا التقليد المقدس، بيستلموا تسبيحتنا وألحاتنا وبيحافظوا عليها وبيسبحوا ربنا بيها. النهاردة الحد حضرنا القداس الصبحية في كنيسة أبو سفين، وهنا القداس ده بيتعمل خصيصا للسكند جنريشن، للجيل الثاني. الكنيسة كانت مليانة جدا، يعني احنا كنا بنناول 4 بيناولوا، التناول خد مننا بتاع يمكن نص ساعة، ده يدل على الكنيسة كانت مزدحمة جدا. الولاد كانوا مشتركين في المردات، زي مثلا مرد روحك القدوس يا رب اللي اتقال النهاردة، الكل كان بيقوله لما قالوا بالداتش، الكل كان بيقول مع بعض، يعني حاجة تفرح فعلا. الواحد حس كده وجود الروح القدس بقوة
وسط شعب هذه الإبرشية المباركة. وبعد كده كان صلاة السجدة واجتماع اللي هم المخطوبين وحديث الزواج واللي احنا يدوبك انتهينا منه، وبرضو الاجتماع ده عدد كبير برغم اليوم الطويل ده، عدد كبير كان حاضر، وبرضو زي ما شفتوا في الأسئلة في الآخر في تفاعل، ومش هي الأسئلة دايما التقليدية لكن أسئلة لها علاقة بالموضوع اللي سمعوه علشان فعلا ازاي يقدروا يبقوا سامعين عاملين بالكلمة. فأنا فعلا في ملء الفرح، مبسوط جدا أن في هذا اليومين الجمعة لغاية الحد لكن شفت ثمر كتير جدا جدا من عمل ربنا وعمل الروح القدس في هذه الإبرشية. مرة تانية بنبارك لسيدنا وبنبارك لكل شعب هولندا بوجود هذه الإبرشية المباركة على رأسها سيدنا وكل الأباء الكهنة والخدام والشمامسة كل القيادات هنا. ربنا يبارك في الخدمة هنا في هولندا أكتر وأكتر من نجاح إلى نجاح بإذن الله. الويكند دوت بزيارة الزيارة الرعوية اللي قام بيها نيافة الحبر الجليل أبينا نيافة الأنبا يوسف أسقف إبرشية جنوبية الولايات المتحدة الأمريكية، ونيافته أب فاضل وأخ عزيز وصديق فاضل وشخصية بارزة في الكنيسة القبطية ومعروف ب طاقته في الخدمة وحبه للعمل الرعوي والعمل الروحي في الكنيسة. سيدنا باركنا من يوم الجمعة بالليل، عملنا اجتماع لشباب الإبرشية، حضروا أكثر من 300 شاب وشابة في السن ما بين 15 و 18 أو أكثر برضو. وكان موضوع اللقاء سيدنا تحدث عن حياة الانتصار، ازاي كشباب نتعامل مع التجارب وما نمر به في حياتنا اليومية. وكان الشباب متجاوب جدا، كان مصغي ومنصت وسألوا أسئلة كتير، وسيدنا أجاب بحكمة وبقناعة شديدة جدا وفرح كل الأولاد. تاني يوم السبت سيدنا قضى معنا طول اليوم، كنا الصبح في كنيسة سانت فيرينا صلينا القداس، وبعد القداس كان في اجتماع عام لخدام وخادمات الإبرشية، برضو حضروه أكتر من 120 خادم وخادمة، وتحدث سيدنا عن فعالية الخدمة ورسم لنا خريطة للخدمة وإزاي الخادم يكون مؤثر وفعال، وبرضو أجاب على أسئلة الخدام بقوة وبشجاعة ويعني بآراء مقنعة قوية أعجبت الناس كلها. الظهر سيدنا عقد اجتماع لكهنة الإبرشية وتحدث فيه مع الأباء الكهنة عن صفات الكاهن الناجح، ازاي الكاهن يؤدي عمله الكهنوتي بنجاح وبتفوق، ليس مجرد عمل عادي روتيني ولكن عمل مؤثر وفعال في الخدمة. وبالليل في المساء يوم السبت بعد رفع بخور عشية عملنا التسبيحة، وسيدنا كان بيقود التسبيحة بنفسه، تسبيحة نصف الليل، ولفت نظره ان اللي حاضرين معانا في التسبيحة من الاطفال والشباب قعدوا طول الوقت يقولوا التسبيحة بالقبطي بالعربي باللغة الهولندي، يعني ما وقفوش، كانوا دايما متجاوبين وبيصلوا بحرارة وبقوة. النهاردة الحد سيدنا قضى في لقاء جميل جدا مع شباب الجيل، أولاد الجيل الثاني، مش الشباب بس، الأطفال والشباب والكبار والجيل الثاني ليهم قداس مخصوص في كنيسة أبو سيفين في المركز الثقافي القبطي، وصلى معهم والأولاد انبسطوا بالإنجليش الأمريكان الإنجليش بتاع سيدنا، فرحوا بيه خالص، وكانوا بيردوا باللغة القبطية و بعضهم كان بيرد بالإنجليزي، وأحيانا دايما كانوا بيردوا باللغة الهولندي اللي هم يعني بيحبوها بيصلوا بيها. بعد كده في الظهر سيدنا عقد اجتماع للمخطوبين والحديثي الزواج، وتحدث عن العلاقات الزوجية وعن كيمياء الحب، وإزاي إن
الزواج فيه عطاء وفي تقدمة وفي بذل من أجل كل طرف من أجل الآخر. نشكر سيدنا على تعبه معانا ومحبته، كانت زيارته مثمرة ومفرحة، وفرحنا بخدمته وبشخصيته المباركة، دايما يزورنا وشكرا جزيلا. من كاتدرائية السيدة العذراء مريم بأمستردام هولندا، كان معكم نشوى نسيم نبض الكرازة.